في ظل غياب لافت لشريك الحركة الشعبية في السلطة المؤتمر الوطني بقيادة الرئيس عمر البشير، ووسط رقصات وإيقاعات شعبية وبتفاعل أبداه المشاركون، أذن لمؤتمر جوبا أن يبدأ أعماله رسميا بمشاركة 23 حزبا معارضا ومنظمات مجتمع مدني ودبلوماسيين ومراقبين. أزمات السودان وحساسية المرحلة المقبلة دعت الحركة الشعبية إلى إبرام هذا المؤتمر خلوصا لرؤية مشتركة لحلول شاملة تفضي إلى تحقيق العدالة والتحول الديمقراطي بالبلاد. أحب أن أنوه إلى تصميم السودانيين على التوصل إلى تفاهم مشترك حول بنود الاتفاقية فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي. نود تغييرا ديمقراطيا سلميا من حكم الحزب الواحد إلى الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية. إلا أن البعض من الأحزاب السياسية المعارضة اتخذت مواقف متشددة حيال الانتخابات القادمة لما وصفته بحالة اليأس من الحزب الحاكم المؤتمر الوطني إزاء عدم تهيئته لمناخ التحول الديمقراطي وإطلاقه الحريات كشروط أساسية للدخول في العملية الانتخابية. أننا في ظرف مدة يجب أن تكون 3 أشهر قبل الانتخابات قد طبقت هذه الاستحقاقات، وإلا ستكون هذه انتخابات طبخات وليس الانتخابات، وفي هذا يجب أن نتخذ موقفا واضحا. الخلاف حول التعداد السكاني وقضية الاستفتاء واستحقاقات التحول الديمقراطي وتحقيق الوفاق والمصالحة الوطنية وأزمة دارفور كلها قضايا حظيت بنصيب الأسد من كلمات المؤتمرين، إما تشديدا لضرورة حسمها أو طرح أفكار لحلها. وإن كنا حريصين فلنبدأ من هذا المؤتمر بوضع برنامج يساعد أن يكون نشاطنا السياسي، نشاطنا الاجتماعي، نشاطنا الثقافي في وجهة أن يكون ناتج الاستفتاء هو وحدة السودان واختيار الشكل المناسب لتنفيذ تلك الوحدة. نريد صدقا في حل مشكلة دارفور بحيث نجتمع جميعا لحلها. أجندة عدة مطروحة في أعمال المؤتمر الذي سيستمر ل3 أيام ليخرج في نهايته بتوصيات حول القضايا العالقة، توصيات أوكل إلى تنفيذها ومتابعة مقرراتها إلى هيئة رئاسية تضم رؤساء الأحزاب المشاركة بغرض ترويجها إلى بقية الأحزاب السياسية الأخرى. مقاطعة حزب المؤتمر الوطني وأحزاب حكومة الوحدة الوطنية لهذا المؤتمر والتقليل من مردوده على الساحة السياسية السودانية بحسب مراقبين ربما يشكل دافعا للمؤتمرين في هذه القاعة للعمل بجد في سبيل إنجاحه والخروج بتوصية فعيلة إزاء قضايا السودان المختلفة. محمد الطيب، BBC، من مركز نيوكوروم بجوبا جنوب السودان.